اسمي موسى محمد وأنا مصور فوتوغرافي. جيف كويت خلى أفكاري واقع. اسمي زيد الخالد ومشروعي هو الأول من نوعه في الكويت والشرق الأوسط، يختص في معالجة الأرضيات والبانيوهات وأسطح القوارب لتكون مضادة للانزلاق. أنا صالح القطان، مشروعي في جيف كويت هو توليف العطور. جيف كويت خلى أفكاري واقع. أنا فاطمة المهنة. وأنا أحمد الطيهم. ومشروعنا شورتيز بيجل. جيف كويت عطانا أحلى فرصة للظهور، دعمكم أساسي لنجاحنا. اسمي جابر الهندال، مشروعي إيليا فوتوغرافر ترينر، مدرب تصوير فوتوغرافي. جيف كويت عطاني فرصة الظهور، دعمكم أساس لنجاحي. تفضلوا بزيارتنا في معرض جيف كويت من 12 إلى 16 من أبريل في أرض المعارض بمشرف.